شاء الله كويس. الاول حاجه اشرح لكم المساله اللي هي الاساينمنت بتاعت الدايركشنال كابلر، تمام؟ وبعد كده اشرح لكم الاثبات عشان انتوا كلكم نقلتونا عارف ومفيش حد فيك اي حاجه، تمام؟ وبعد كده ان شاء الله خمس مسائل من الشيت بتاع ورق بس. We are waiting.
الريفلكتد بتاعي بتساوي زيرو. يعني ماتشي لود تمام؟ ماتشي لود. ماشي اللود ايه؟ يعني معناها ان الزد بتاعت اللود تساوي الكاركترستيك امبيدنس، تمام كده؟ هو كان عاوز اول مطلوب بيقول انا عاوز اللود امبيدنس قيمه اللود، فقيمه اللود هتساوي ايه؟ الزد نوت. هو اداني قيمتها خلاص هقعد اعمل قيمتها، ما ادانيش قيمتها ما اقولش بقى اعرف اجيبها منين والكلام ده، هسيبها كده اهو. ماشي؟ نبدا بقى نجيب الباور ماب. تمام، الباور ماب يعني انا عاوز اجيب كل قيمه الباور اللي موجوده في التو دايركشن كابل. ماشي، هو مديني ديت. انا عندي دلوقتي الكرويد فلونجر ده كام؟ 4 صح؟ يبقى البي 3 بلس هنا بتساوي كام؟ 4 صح كده؟ ومديني بلومتر واحد دوت قال كام؟ قال 2. يبقى البي 4 بلس بتساوي كام؟ 2. ابدا اشتغل على ده لوحده. من دي اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب البي 1 بلس عن طريق الكابلنج فاكتور صح؟ احنا قلنا السي بتساوي 10 لوج البي 1 بلس على البي 3 بلس. هنا كانت عندي، هنا خدوا بالكم دايركشنال كابلر كل واحد من دول ليه كابلنج فاكتور مختلف، فما جيش اخد في بالي اقول ده 20 بلا 20 من غير ما اشوف المساله، حاسس معاك الويف والبيست في المساله. ماشي؟ فهتكون 15 تمام؟ فالسي هتساوي 20 يبقى 10 لوج البي 1 بلس ده اللي انا عاوز اجيبه صح؟ البي 3 بلس 4 مللي وات. من هنا هجيب البي 1 بلس، البي 1 بلس هتساوي 10 باور 2 في 4. في ناس كتير بتغلط والله، 10 باور 2 ده يعني 100 مش 200 تمام؟ ناس كتير والله بتعتبرها 200 يعني معلش تعطيني اي حاجه بس هي 100 تمام؟ يبقى ده هتساوي 400 مللي وات تمام؟ يبقى دي جبتها دي ب 400 معايا لغايه دلوقتي؟ طيب احنا قلنا الماكس الباور ديت بترانسفير هنا يعني معظمها بتيجي هنا، فبنعتبرها ان بي 1 بلس تساوي بي 2 بلس يبقى هتساوي كام؟ تمام كده؟ طيب من دايركت هعرف اجيب ايه؟ بي 2 ماينس. البي 2 ماينس عن طريق الكابلنج فاكتور. يبقى انا دلوقتي السي هتساوي 10 لوج البي 2 ماينس على البي 4 بلس. دي بتساوي 20 تساوي 10 لوج البي 2 ماينس على 2 صح كده؟ يبقى البي 2 ماينس هتساوي البي 2. حد مش عامل غدا حاجه؟ حد؟ لو ده اللي مش ماشي؟ ما هو ده مش ماشي، ده اللي راجع دوت تمام؟ جزء منه هيكون من هنا والجزء الثاني هيبقى هنا. زي المسألة الثالثة اللي احنا حلناها. باشمهندس هو حضرتك يعني ايه؟ بصوا المطاليب دلوقتي انا قبل ما بشتغل اي مسألة في الدايركشنال كابلر لازم اجيب حاجة اسمها الباور ماب، وبعد كده بعد ديت كل المطاليب اللي عندك هتتحل. اصل المطاليب دي كلها معناها بتقول في حياتي كل الباور اللي موجوده في الدايركشن كابلر. انا اجيبها من الاول وبعد كده اقرا المطاليب. فاهمين؟ طيب انا جبت البي 2 ماينس خلاص تمام؟ وعندي البي 2 بلس. يبقى اجي هنا داخل لها 400 والخارج من هنا كام؟ 200 صح؟ اللي هي البي 2 بلس والبي 2 ماينس. يبقى الباور اللي هتدخل جوه الكافيتي الانسيدنت ناقص الريفلكتد تمام؟ اللي هيساوي دي. يبقى انا عارف دلوقتي ان الانبوت بتاع الكافيتي داخل له كام؟ 200 مللي وات. اشتغل بقى على الدايركشن كابلر الثاني. هو مديني انفورميشن ان ده بزيرو
معنى ده بزيرو قلنا خلاص يبقى مفيش ريفليكتد، تمام؟ مديني ان قراءة البلومتر 4 بتساوي 1 مللي. من هنا هقدر اجيب ايه؟ البي 1 بلس عن طريق الكابلنج. يبقى السي هنا هتساوي بقى 15 من الشاشرين 10 لوج البي 1 بلس على البي 3 بلس. من هنا الاقي ان البي 1 بلس بلس بتساوي 31 وشويه مللي. تمام كده؟ يبقى دي بتساوي 31. ما هو بقى هنا مش الكافت دلوقتي ممكن تعملي لوس للباور؟ هو مين قال لي الكافت اللي هيدخل لها 200 هتخرج لي 200؟ فاهمين ولا ما هي هنا النقطة؟ النقطة كل الناس أول ما تشتغل على المسألة هتقول بدل 200 داخلة لي على الكافت يبقى 200 هي اللي خارجة. مش الكافت اللي أنت خدتوها أساسا عبارة عن ويف جايد جواها داير إلكتريك أو هي تكون جواها إير ممكن تعمل لوس أو لوسي زي الترانسميشن لاين بالظبط. فدلوقتي مين قال لي هي لوس ممكن تكون لوس؟ فاهمين؟ يا جدعان لو حد عنده اسئله والله يوقفني عادي مش فاكر. فانا جبت البي 1 بلس، احنا قلنا ان البي 1 بلس بتفورورد على بي 2 بلس تقريبا بيساوي بعض، صح كده؟ يبقى دي هتساوي 31. انا دلوقتي كده جبت كل الباور انا ما جبتهاش، ابدا بقى اقرا المطالب. اول حاجه عاوز اللود امبيدنس، احنا جبناه في اول مره قلنا عشان ده ماتشد تمام يبقى زد ال بتساوي زد نوت. ده هو مطلوب. تاني مطلوب بيقول عاوز الباور ديسبيتد عند زد لود. الباور ديسبيتد عند زد لود بتساوي كام؟ 31 مللي وات اللي هي الباور انسيدنت ناقص الريفليكتد. الريفليكتد بتساوي زيرو يبقى الانسيدنت هتساوي كام؟ 31 مللي وات. عاوز الباور ديسبيتد في الكافيتي. الكافيتي دخلها كام؟ 200 مللي وات. خرج منها كام؟ 31 مللي وات. يبقى الباور ديسبيتد بتساوي ايه؟ الانبوت ناقص الاول. يبقى الباور ديسبيتد في الكافيتي هتساوي 200 ناقص 31 مللي وات. تالت حاجة عاوز الستاندنج ويف ريشيو عند الانبوت بتاع الكافيتي اتنين. طب حد بقى يجاوب انا بقى انا عمال احل الدين. حد يجاوب بقى. جاوب يا عم انت شكلك فاهم. اه على فكره والله شرح لكم الدايركشن قبل المره اللي فاتت فالمفروض تكون انتوا ذاكرتوا اي حاجه. خلاص هجيب الريفليكشن كوفيشن تمام. انا هجيب الريفليكشن كوفيشن تساوي البي خد بالك من السكوير ديت عشان محدش يتزاد تمام. البي 2 ماينس على البي 2 بلس دوت بتساوي نص. يبقى الريفليكشن كوفيشن سكوير بتساوي نص. يبقى الريفليكشن كوفيشن بتساوي 1 على ذات 2 تمام. الستاندنج ويف ريشيو واحد زائد الريفليكشن كوفيشن على واحد ناقص الريفليكشن كوفيشن. تمام كده؟ حد عنده مشاكل في المساله دي؟ لا الكابلنج فاكتور بيكون ثابت الدايركشن الكابلر. يعني من هنا السي واحده اللي هيبقى 20 ومن هنا السي واحده عمرها ما تكون مختلفه. هو عشان ده دايركشن ثاني غيره. حد عنده اسئله؟ انا عرفت انا جبت ليه هنا؟ كل الباور اللي انا جبتها ديت عشان الاربع مقاليد دول لازم استخدم كل الباور. انا مش هقدر اجيب الباور اللي هنا غير لما اعرف الباور اللي هنا من هنا واللي جاي من هنا. مش هقدر اجيب الباور اللي هنا غير لما اعرف دي ودي. حد عنده مشاكل؟ شكلك مش فاهم. فانت قول لي مش فاهم ايه؟ انت مش فاهم حاجه. والله قول يا ابني مفيش مشاكل. تشغيل ولا ايه؟ انا؟ طب وانت مش فاهم ايه؟ ما انت هتضرب من الاستكشن فاهم؟ لا اصلا ما حضرتش الاولانيه. حد عنده مشاكل في المساله دي؟ امسح خلاص؟
عنها اول مسافه 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 ولا زود اللينكس بتاعت الانتنه
ولا زود الليت بتاع السيف ده الدنيا. تمام؟ فالموديل عندي بيتكون احنا قلنا عباره عن بلانك اير موديل. وخدوا بالكم من كلمه سموث وفلات عشان هتعرفوا سموث وفلات ليه احنا سميناه سموث وفلات. تمام؟ ادي الترانسميت انتنا طلع اتش تي. تمام؟ السيف ده انتنا طلع اتش او. ماشي؟ الديستانس دي دي. تمام؟ انا لما اعمل بي لازم من ترانسميتد انتنا رايح للريسيفد انتنا ده معناه لاين اوف سايت. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه قبلت البيم دوت وهو رايح للريسيفد انتنا. تمام؟ فده بسميه اللاين اوف سايت. تمام؟ الزياده بقى عن اللاين اوف سايت اللي احنا خدنا الايفكت بتاع الارض هنا. اعتبر ان في جزء تاني من الباور نزل على الارض وحصل له ريفليكشن. تمام كده؟ طيب الفرق بين البيم دوت والبيم دوت في ايه؟ في اللينس اللي مشى السيجنال هنا مشى ديستانس معينه وهنا مشى ديستانس ثانيه. صح كده؟ فاول حاجه عشان اقدر اجيب الباور فيلد لازم احسب الفيس ديفرنس بينهم. الفيس ديفرنس ده بيتكلم عن ايه؟ ان اختلاف الديستانس بينهم. طب عشان احسب الفيس ديفرنس لازم اجيب الديستانس بينهم، الفرق بين الديستانس اللي مشاه على اللاين اوف سايت والديستانس اللي مشاه ريفليكت. تمام؟ فالديستانس دي اسمها دي واحد والديستانس دي كلها اسمها دي اثنين. ماشي كده؟ طيب انا عاوز اجيب الفرق بين الديستانس دي والديستانس دي. طيب ايه اللي بعمله؟ اول حاجه دي واحد دي عشان اجيبها كمان خط خط كده اهو. الدي واحد دوت مش دوت مثلث قوي مش دوت تقريبا. تمام؟ دول الحته دي ايه؟ اتش تي ناقص الاتش او. صح كده؟ وطول الديستانس دي هي الديستانس دي على السفاري اللي بره. فيبقى اللاين اوف سايت اللي هي دي واحد ديت هتساوي الجذر التربيعي ل اتش تي ناقص اتش او سكوير زائد دي سكوير. تمام كده؟ طيب انا عاوز احسب الدي 2. الدي 2 كده انا مش هعرف احسبها. فاللي انا بعمله اللي انا بعمل بمد الشعاع دوت واعمل كانها مرايه للريسيف ده انتنا. تمام؟ احنا الزاويه ديت عندنا عشان دوت قلنا اللي هو فوق فلات الاحظ ان الريفلكتد انجل دي بتساوي دي. تمام؟ بدل دي بتساوي دي يبقى دي بتساوي دي. صح؟ انا دلوقتي لو عندي زاويه كده اهو ودي زاويه 90 صح؟ ودي زاويه 90. لو واحد بتساوي اثنين يبقى لازم ثلاثه بتساوي كام؟ اربعه. صح كده؟ يبقى دي بتساوي دي. صح كده؟ ودي زاويه قايمه ودي زاويه قايمه. ودوت مشترك بينهم اللي هو تشابه مثلثات. يبقى الضلع ده بتساوي الضلع ده، والضلع ده بيساوي الضلع ده. صح كده؟ يبقى دوت الاتش ريتيف ودوت تكمله الدي 2، يبقى ده كله على بعضه ديت اول حته من الدي 2 ودي تانية حته من الدي 2، صح؟ فانا لو خدت برضه وديت الضلع ده لتحت وعملت كده الديستانس دي دي، صح؟ لسه دي زي ما هي. ادي المثلث اللي انا هجيب منه الدي 2. ماشي كده؟ يبقى الدي 2 هتساوي الحته دي كلها على بعضها ايه؟ اتش تي زائد اتش ار عشان الحته دي اتش تي والحته دي اتش ار اتش ار عشان الحته دي هي هي. تمام؟ يبقى الدي 2 هتساوي الاتش تي زائد الاتش ار سكوير زائد الدي سكوير كل دوت ايه بار. تمام كده؟ حد عنده مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب عشان اجيب الديستانس ديفرنس بينهم
difference ديت هجيب ال دي 2 ناقص ال دي 1 على اساس ال دي 2 هي الاكبر من ال دي 1 من الرسم صح؟ يبقى هتساوي اتش دي زائد اتش او سكوير زائد دي سكوير ناقص اتش دي ناقص اتش او سكوير ناقص زائد دي سكوير صح كده؟ هو فرض ان الموديل دوت ان الديستنس بين ترانسميتد انتنا وريسيفد انتنا فيري لارج كبيره قوي. طب دي هتفيدني في ايه في الفرض دوت؟ اللي احنا كان عندنا قانون حاجه اسمه 1 زائد اكس باور ان. لما الاكس تكون صغيره جدا القانون ده اقدر احوله ل 1 زائد ان اكس تمام؟ ده في الماس انا ما اعرفش اقول منين يعني. انا مش مخترع تمام؟ فهنا استفاد منه ايه؟ ان انا دلوقتي لو خدت الدي دي كومن فاكتور تمام؟ يبقى الاتش دي زائد الاتش ار على الدي كل دوت سكوير زائد واحد ايه؟ الديستنس تمام؟ خدت الدي هنا على المشترك تمام؟ وده باور بوينت ناقص خدت برضه الديستنس من هنا على المشترك الاتش دي ناقص الاتش ار على الدي سكوير زائد واحد. مشاكل لغايه دلوقتي؟ طيب الترانسميتد انتنا والريسيفد انتنا دول يوم لما يكون لينس ليهم بيكون مثلا 500 متر ماكسيموم للترانسميتد باور. الديستنس هنا بنحكي اللي هي مثلا 100 كيلومتر. ف 500 بالنسبه ل 100 كيلومتر حاجه صغيره جدا. تمام؟ فاقدر اطبق عليها القانون ده. فيبقى الحته دي القانون دوت اقدر اعوض عن ايه؟ اللي انا جاي من النص ده اضربه في الحته دي في الاكس زائد الواحد تمام؟ لحد شاف اي حاجه وقفني يبقى الدي واحد زائد اتش دي زائد اتش ار سكوير على 2 دي سكوير ماشي كده؟ ضربت النص في الكوس فالنص دوت اللي الدنيا هتنزل تحت تمام؟ ناقص الدي واحد زائد اتش دي ناقص الاتش ار سكوير على 2 دي سكوير حد دلوقتي عنده مشاكل؟ طيب هدخل الدي جوه والدي جوه فيبقى الدي دي يعني الواحد ده قصدي هيروح مع الواحد ده صح؟ صح ولا ايه؟ هيتبقى لي ايه؟ اتش دي زائد اتش ار سكوير على 2 دي ناقص اتش دي ناقص اتش ار باور سكوير على 2 دي هنا هيطلع اتش دي سكوير واتش ار سكوير وهنا هيطلع اتش دي سكوير واتش ار سكوير بس الاشاره مختلفه فهيروحوا مع بعض هيطلع 2 اتش دي اتش ار وهنا سالب 2 اتش دي اتش ار فالسالب اللي بره يبقى بوزيتيف يبقى 4 اتش دي اتش ار صح؟ 4 اتش دي اتش ار وهم نفس المقام يبقى على 2 دي صح؟ ال 2 هترفع ال 2 يبقى هتساوي 2 اتش دي اتش ار على 2 ده اول حاجه اللي هو بيساوي ايه؟ الدلتا دي تمام؟ طيب احنا قلنا قبل كده ان اللندا دي عباره عن ايه؟ تبول صح؟ اللندا دي بتقاس بايه؟ بالسنتيمتر يعني اللي هو كوحده ديستنس تمام؟ يبقى لو انا قلت الدلتا دي برضه اللي هي كانها وحده ديستنس هتديني دلتا فاي قد ايه؟ هو ده القانون اللي بتحول منه على طول من الديستنس ديفرنس ديت الدلتا دي للدلتا فاي على طول تعرفين في وسطين وتجيب الدلتا فاي فالدلتا فاي عبارة عن ايه؟ 2 باي دلتا دي على الأرض. يبقى 2 باي في 2 يبقى 4 باي اتش دي اتش ار على لندن. تمام كده؟ حد عنده مشاكل بقى قبل ما يبدأ بقى في الإثبات اللي فيه؟ أنا قلت إيه؟ إن أنا عندي دلوقتي لو 1 زائد إكس باور إن والإكس دي صغيرة جدا. يبقى هتساوي ايه؟ 1 بلس ان اكس صح؟ فانا دلوقتي
بعد ما حولت للشكل ده ال H D وال H R بالنسبة للدستانس حاجة صغيرة جدا، فيعتبر إن دي X. فالإكس لما تكون صغيرة القوس دوت أقدر أحوله أي واحد زائد إن إكس، فالإن بتاعتي بنص، فنص في دوت زائد في الإكس هيديني إتش دي زائد إتش آر باور سكوير على 2 دي سكوير، ونفس الناحية التانية بالظبط. الواحد زائد الواحد، الواحد زي ما هو أسايب فوق مش هو دلوقتي. تمام؟ حد عنده مشاكل تانية؟ إيه نوع دكتور؟ لما جيت دلوقتي ساين ويف انت بترسمها كده صح؟ النقط هنا ايه؟ عندك زيرو من هنا واقع على الاثنين، من هنا فور من هنا صح كده؟ ده بيبقى فول سايكل. فول سايكل يعني عندي ايه في الويف؟ يعني لندن. فاللندن بتقابلها بالريديان كامل، وانت عندك اللندن بتتكلم ايه؟ سنتي متر. طب انا عاوز الكلام دوت يكون ريديان، حوله ازاي؟ عن طريق الرابط بتساوي 2 باي بالريديان، بتساوي كام سنتيمتر؟ 3 سنتيمتر بقى احسن ما يجيب. طب ايه دلتا فاي؟ الدلتا فاي دوت يعني الفيز ديفرنس بتوين المسار ده والمسار ده. هو دلوقتي ايه اللي بيخلي فيه يكون فيه دلتا بي او دلتا فاي؟ اللي دوت خد وقت مثلا، لو اعتبرت اللي ده خد وقت زيرو، ده هياخد وقت زيرو زائد التاني، على اساس دوت اللينس بتاع ده اكتر من اللينس بتاع ده. معنى يكون عندي ديلي، معنى اللي يكون عندي فيز ديلي ديفرنس. ديلي ديفرنس دوت انا لما جيت اشرح المره اللي فاتت اللي هو الفلكتويشن في الامبليتيود، كانت الزاويه كانت كوزاين اوميجا نون تي ماينس تاو. تمام؟ اوميجا نون تاو دي بتعتبر ايه؟ اوميجا نون شايف ولا لا؟ شايف. دي تعتبر ايه؟ فيس شيفت. على اساس معنى الفي فيس شيفت كان في فيس ضافت على دوت. الثاني كان اللي جاي لي من نفس السايد كوزاين اوميجا نوت تي. فواحد كوزاين اوميجا نوت تي والثاني كوزاين اوميجا نوت تي، الديلي دوت. الديلي ده سبب لي فيس ديفرنس. امسح؟ امسح ولا ايه؟ حد عنده اسئله ولا امسح ضغط الحته دي؟ امسح امسح. على فكره والله الاثبات ده انا سمعت ان هو بيجي حاجتين مثلا في الانس كيو هيجي في الاخر القانون دوت لازم تحفظوه عشان بيجي مسائل في الامتحان وبيجي بتاع دوت ويجي في الام سي كيو ريليشن بين الباور فيلد نخش بقى على الباور فيلد اللي هي في الاول وفي الاخر دي انتنه صح؟ فبتراديت الكترو ماجنتيك ويف يبقى ليها الكتريك فيلد وفيها ليها ماجنتيك ويف ماجنتيك فيلد قصدي. تمام؟ احنا عندنا قانون لو عاوز احسب الباور دلوقتي بتساوي الباور ريسيفد من اللاين اوف سايت زائد الباور ريسيفد من الريفلكتد ويف. تمام؟ يبقى الباور ريسيفد بتساوي ايه؟ الباور من اللاين اوف سايت زائد الباور من الريفلكت. تمام؟ عشان اقدر احسب الباور من هنا والباور هنا مش هعرف احسبها غير بقانون واحد اللي هو ان الباور ريسيفد بتساوي فلوكس دينستي في الافكتيف اريا. يعني ايه فلوكس دينستي؟ يعني دلوقتي عندي باور عندي مثلا سيجنال هتقسمنت على مثلا بلانويج هجيب مقدار السيجنال دوت في 1 متر مربع بس هي ديت الفلوكس. فاهمين يعني ايه فلوكس؟ يعني انا دلوقتي هجيب الباور ريسيفد ل 1 متر سكوير بس مش الاريا. فلما اضربها في الاريا بقى بتاع الريسيفد انتنا هيديني الباور ريسيفد عن طريق الايه؟ السيجنالز دي اللي صفت عليها. تمام؟ انا دلوقتي
دلوقتي زي الدش اللي موجود عندكم في البيت، هو مش دلوقتي، هو عباره بنزين جوه سجنال. ديت الانتنه بتستقبلها وتمشيها عن طريق الكيبل وتنزل عندك في السجنال. طيب انا عاوز احسب الباور سيف. هو بيقول لك انت هتحسب الباور سيف عند 1 متر سكوير في الحته دي بس، تمام؟ وبعد كده تضربها في الاريا بتاعت الانتنه، تديك الاريا الباور كلها اللي هتستقبلها الانتنه، بس مش اي اريا، الافكتيف اريا. ليه الافكتيف اريا؟ عشان دلوقتي لما بتيجي تنزل الباور دي بتنزل على الحته دي، ماليش دعوه بالبوز ده كله، هي بتنزل على الحته الفلات. فالحته الفلات دي هي الافكتيف اريا بتاعتك، مش الارك دوت. الارك ده ما يعتبرش الافكتيف اريا. الفلوكس ده بيساوي ايه؟ بيساوي الالكتريك فيلد سكوير على الايتا نوت. الايتا نوت ديت يعني ايه؟ اللي هي الاير امبيدنس اللي هي 120 دولار. حسب نوع الانتنه اللي انت بتستقبل بيها ليها كروت، يعني الدش دوت كروت، اي انتنه ثانيه ده كروت، حسب نوع الانتنه اللي هتستقبل بيها ليها كروت. الكلام ده هيشتغل. طيب انا دلوقتي لو عندي باور ريسيفد تساوي، يبقى كده هتساوي الاي سكوير على ايتا نوت في الاي افكت، تمام كده؟ ايه الحاجه الوحيده اللي متغيره هنا؟ انا دلوقتي لو عندي انتنه، تمام؟ وعندي كده كده ده ايه فعالي، انا عندي انتنه دلوقتي ريسيفد بمنظر معين، هستقبل باور ريسيفد، ايه الوحيد اللي ممكن يكون فاريبل؟ الاي. على اساس الايتا نوت ديت 120 فولت، والافكتيف اريا دي انتنه ستاندرد حاجه كده جايبها ثابته، فالافكتيف اريا بتاعتها ثابته. يبقى كل اللي هشتغل عليه هو دوت الاي ديت. الاي ديت هجيبها ازاي عشان اقدر اجيب الباور ريسيفد؟ تمام؟ انا هفرض ان الانتنه دي بتراديت باور متساوي في كل الاتجاهات، يعني الالكتريك فيلد بتاعها في كل الاتجاهات واحد. لما اقول ان دوت اي واحد مثلا او اي نود، يبقى دوت اي نود. البيم دوت خارج بالالكتريك فيلد الانتنستي بتاعته اي نود، والبيم ده برضه خارج بالاي نود. مش بحاجه ثانيه، الاثنين متساويين عشان هيسال عليا المساله دلوقتي. طيب انا دلوقتي هشتغل فيكتورز عشان ما فيش حد دلوقتي. كمتجهات، يعني متجهات يعني ليها ماجنتيود وليها فيز. انا لما اقول الالكتريك فيلد اللي انا هستقبله يساوي دوت زائد ده، صح كده؟ الالكتريك فيلد دوت اي نو، هفترض ان هو هيوصل بزاويه زيرو، تمام؟ يبقى ده هيوصل بزاويه زيرو زائد. لو ده وصل بزاويه زيرو، ده يوصل بزاويه كام؟ زيرو زائد الفاي اللي هو الفيس شيفت. ايوه الداتا فاي. احنا قلنا من شويه الداتا فاي دي انا حسبتها ليه؟ مش الداتا فاي دي عباره عن الديفرنس بتوين التو فيس؟ لو انا قلت ده زيرو يبقى الثاني فوق، الداتا فوق، صح كده؟ يبقى دوت هيوصل بزاويه، ده الماجنتيود كنت اي نوت، وهيوصل بايه؟ اي جي دلتا فوق. مش احنا عندنا مثل الفيس كفيكتور، مش بمثله كامبليتيود، الفيس كده او كامبليتيود والفيس بتاعه كده؟ صح كده؟ طيب سالب ولا موجب؟ بالظبط كنت لسه بص هتوصل بسالب ولا موجب؟ هتوصل بسالب ليه؟ عشان دي ليه؟ هو انهي اللي هيوصل الاول، ده ولا ده؟ اللاين اوف سايت. يبقى ده هينزل هيوصل بعديه بزاويه دلتا فاي، واحنا عندنا الديلي، عندنا حاجه اسمه ديلي وحاجه اسمها ادفانتج، صح؟ الديلي ده بالسالب وده موجب. يعني لو هي كانت عند الزيرو السيجنال الاصليه هتيجي بعد الديلي، هتيجي بعد دلتا فاي، هتستنى دلتا فاي عبال ما يوصل السيجنال الثانيه.
ماشي؟ حد عنده مشاكل؟ كمل. يبقى دي سؤال، هل الكلام ده صح؟ انت اكيد عندك اكيد يعني اكيد لمحت اي حاجه. لا ليه طيب؟ طيب اقول لكم هو ايه النقطه اللي انتوا اللي هتقع هنا. انا دلوقتي ريفليكشن كوفيشن. طيب انت كلكم قلت ريفليكشن، ليه طب سالب واحد ريفليكشن كوفيشن؟ طيب ما علينا، هو ليه بسالب واحد؟ انا دلوقتي لو فرضت ان انا في ترانسميشن لاين، تمام؟ لو هو ترانسميشن لاين، تمام؟ ودي شورت سيركت. الشورت سيركت دي معناها ايه؟ الاثنين دول متوصلين ببعض، يعني اللي هي كده بالظبط، تمام كده؟ صح كده؟ وده لوسلس ترانسميشن لاين. انا الويف داخله عندي هنا، الزد ايه بتاعتي بكام؟ تساوي كام؟ زيرو. هنا هتيجي اي نود وهترجع ايه؟ اي نود في دايركشن تاني. طيب الريفليكشن كوفيشن مش بتساوي الزد ال ناقص الزد نوت على الزد ال زائد الزد نوت. الزد ال بكام؟ زيرو. يبقى الزد نوت هترفع زيرو هتبقى ايه؟ سالب واحد. مش نفس الشكل ده، هو هو نفس الشكل ده. انا دلوقتي عندي ده داخل اي نوت اتجاهه كده وخرج باتجاه كده. احنا قلنا دوت اسمه سموث فلات. سموث ليه؟ عشان ما يكونش فيه اتنويشن، عشان يكون اللي رايح زي اللي راجع، تمام؟ والريفليكشن كوفيشنت ساعتها هيكون بتساوي سالب واحد. يبقى ساعتها ان الاي نود ديت المفروض يتضاف عليها انجل اللي هي 180، صح؟ مش مع سالب واحد دوت. انا بعتبره اي اس سالب جي باي، مش ده كوزاين. كوزاين باي زيرو اس جي سايد باي، صح؟ ده زيرو، يبقى هتبقى لي ايه؟ كوزاين. والرضا الاوفيشال كوفيشال ما يكون كان سالب واحد، يبقى سالب واحد في واحد، قصدي كوزاين باي بسالب واحد. والريفليكشن كوفيشال ده احنا قلنا قصدي ده اسمه الاتنويشن، مش هيكون ريفليكشن بقى. الاتنويشن كوفيشن دوت احنا قلنا دوت اللي داخل اللي نازل هو اللي هيرجع، يبقى مفيش اتنويشن، يبقى الاتنويشن واحد. يعني الاي نوت دي بتساوي مين؟ تمام؟ عندنا اساسا لما بقول اتنويشن مش بتساوي الاوت على الانبوت، ده اي نوت الانبوت وده اي نوت، يبقى الاثنين مساويين، يبقى ده يساوي ايه؟ واحد. فاهمين ولا لا؟ هو ممكن يا باشمهندس، هو ممكن يديني في مساله ليها قيمه للزد ال؟ يعني مثلا في اداني قيمه للزد ال؟ لا لا انا بقول لك ده عشان هو الرزق. لا ده مش حكايه هو الرزق، انا بقول لك دي شبه دي بالظبط. يعني لو طبقت ترانسميشن لاين هنا بالظبط، طبقت هنا ليه؟ عشان نفس الكونديشن متحققه. اللي هي اللي انا دلوقتي دخل لي اي نوت، تمام؟ ورجعت اي نوت بالظبط، تمام؟ انا دخل الاي نوت وتفلكتد الاي نوت بالظبط، تمام؟ حصل لوسس ما حصلش لوسس. عشان قلنا هنا سموث ما فيش اتنويشن، وهنا قلنا لوسس ترانسميشن لاين فما فيش اتنويشن. فاللي رايح زي اللي راجع. واحنا قلنا عشان اللود هنا بزيرو فاكن الاثنين منطبقين على بعض. زي النقطه دي بالظبط، الاثنين منطبقين على بعض. فالزد ال بزيرو فهيطلع الريفليكشن كوفيشن بسالب واحد. اللي هو قلنا الفيز بسالب باي، يعني اللي رايح هيرجع بزاويه باي. ما انا قصدي يعني مساله ثانيه غير لا مفيش ده حاجه ده عشان ده مايكرويف ده واي بيس مش حكايه كده. الجراوند دوت احنا معتبرين كده كده لو انت ما تقولش ما قلتش ان دي اتنويشن مش هتعرف تحل المساله، عشان القانون ما بيطبقش غير في حاله سموث بس. ما احنا سميناه سموث فلات موديل، عشان القانون اللي انا طلعه للباور سيف مش هينفع يتطبق. انت معنى كلامك ده ان انا هبدا احل الاثبات من اول وجديد، وده مش هيحصل اساسا. هعيدها لك بقى. احنا قلنا لو ترانسميشن لاين، تمام؟ هو شوت سيركت رايح كده، ده الانفلت الريفلكتنج بتاعك هيرجع بنفس الباور عشان دوست ترانسميشن لاين، تمام؟ فيبقى دوت لو اي واحد يبقى ده اي واحد، واكيد في الدايركشن ده رايح دايركشن كده خد زاويه 180
دي 180 ده انا عندي ريفليكشن كوفيشن بتساوي الزد ال اللي ناقص الزد مول على الزد ال اللي زائد الزد مول. احنا قلنا ده بزيرو وده بزيرو يبقى الريفليكشن كوفيشن بتاعك سالب واحد. تمام؟ فايه اللي يحقق لي سالب واحد؟ انا عندي الريفليكشن كوفيشن تساوي سالب واحد. طيب دوت جه كده وراح كده. انا عاوز اعرف قيمه ده قد ايه؟ حصل لك اتنويشن؟ لا. يبقى هو هيرجع بس بعكس الاشاره اللي هو سالب واحد. يبقى لو هو كان داخل بإي نوت يبقى هيخرج بإيه؟ سالب إي نوت. بس كده. عرفت السالب دي جت منين ولا لا؟ عايز تاني؟ والله عايز تاني عايز. ساين باي وساين باي بزيرو وساين باي بسالب واحد. واحنا قلنا الاتنويشن فاليو بتاعتي هتساوي واحد عشان الاي مود بتساوي الاول. ماشي؟ لا ليه ناقص؟ انا دلوقتي الفاليو دي دخلت كده ورجعت نفس الفاليو كده. فايه اللي هيخليها ناقص ده؟ لا مش زائد ولا ناقص. هي السيجنال داخله في دايركشن كده لما اصطدمت بالارض حصل ريفليكشن كده بنفس الفاليو. هو ناقص زائد دي ليه بالظبط؟ انا قصدي الحته اللي جايين دلوقتي اللي جاي من الواي اللي جاي. تاني بقى ده هيكون ناقص بقى عشان الاشاره اتغيرت. ايوه. طب نرجع بقى للمساله اللي احنا سمعناها دي. ان الاي اللي هتكون ريسيفت هتساوي الاي نوت اللي احنا قلنا على زاويه زيرو. تمام؟ زائد يبقى ناقص بقى احنا قلنا هتكون ناقص عشان بعكس الاتجاه. تمام؟ سالب الاي نوت اي سالب جي دلتا فور. صح كده؟ هاخد الاي نوت عامل مشترك يبقى الاي نوت اهي هتساوي واحد ناقص الاي سالب جي دلتا فور. صح كده؟ مش ديت انا اقدر افكها هتكون واحد ناقص كوساين دلتا فاي زائد جي ساين دلتا فاي. القانون الرئيسي اللي كان عندي اللي انا كان عندي ان الباور بتساوي ماجنتيود الالكتريك فيلد سكوير على الايتا نوت في الري افكتيف. صح؟ انا مش محتاج الالكتريك فيلد بماجنتيود وزاويه، انا محتاج الماجنتيود بس. فهجيب الماجنتيود هنا ازاي؟ يبقى الريال بارت سكوير زائد الايماجينري سكوير كل دوت تحت الجذر، صح؟ واحنا عندنا لو الاثنين مضروبين في بعض يبقى دوت هجيب الماجنتيود لدوت والماجنتيود لده. طب دوت كده كده لوحده ماجنتيود، تمام؟ يبقى الاي نوت دوت واحد زائد واحد ناقص كوساين دلتا فاي سكوير زائد ساين دلتا فاي سكوير كده دوت. ماشي كده؟ يبقى انا هفك القوس دوت. مش هو عبارة عن واحد ناقص اتنين كوزاين دلتا فاي زائد كوزاين سكوير دلتا فاي زائد ساين سكوير دلتا فاي. تمام؟ كوزاين سكوير زائد ساين سكوير واحد. يبقى ده واحد. يبقى اتنين ناقص اتنين كوزاين دلتا فاي. اللي هي اتنين في واحد ناقص كوزاين دلتا فاي. مش احنا كان عندنا قانون اللي هو ساين سكوير دلتا فاي على اتنين تساوي واحد ناقص كوساين داخل الزاوية؟ صح؟ يبقى انا دلوقتي هقدر اشيل الحتة دي احط مكانها الحتة دي. يبقى اتنين في اتنين باربعة يبقى اربعة ساين سكوير دلتا فاي على الاتنين. تمام كده؟ دي كانت مضروبة ايه؟
في الاي نود. الكلام ده بطريق الالكتريك فيلد ريسيفر صح؟ طيب ده خلاص الالكتريك فيلد اللي خلاص استقبلته. اجيب بقى الباور ريسيف ازاي؟ الباور ريسيف ده تساوي الالكتريك فيلد على ريسيف الاي سكوير على الايتا في الاي افكتيف صح؟ تمام كده؟ يبقى الـ ER هتساوي قصدي الـ Power Received هتساوي الـ D نوت سكوير 4 D سكوير على الـ ETA نوت ساين. هو دي المفروض في جذر هنا أساسا هو في جذر هنا تمام؟ يبقى اللي هي المفروض ده أنا نسيت الجذر ده كان تحت الجذر صح؟ فلما اقول 2 ناقص 2 كوزاين دلتا فاي بقى برضه ده تحت الجذر لسه؟ ده كده لسه تحت الجذر لما اعوض عنه يبقى 4 ساين سكوير دلتا فاي على 2 صح؟ مش ده تحت الجذر؟ يبقى دوت 2 ساين دلتا فاي على 2 صح كده؟ وقعت مني ولا ايه؟ لا صح. هروح بقى اعوض في القانون اللي دوت الاي ريسيف يبقى دوت اي ريسيف سكوير يبقى 4 ساين تربيع دلتا فاي على الاثنين وده كان في اي نوت يبقى في اي نوت سكوير على ايتا نوت الكلام ده في الاي افكتيف صح؟ انا لو قلت الاي نوت سكوير على الايتا في الاي افكتيف خدتهم لوحدهم في اربعه مره اللي هي دي وخليت ساين سكوير دلتا فاي على الاثنين واحد الفاليو دي بتساوي ايه؟ الاي نوت دوت الالكتريك فيلد اللي جاي منين؟ الاي نوت ده الالكتريك فيلد اللي جاي منين؟ من لاين اوف سايت. ايوه يبقى دوت الباور ريسيفد من لاين اوف سايت تمام كده؟ يبقى ده هتساوي 4 الباور ريسيفد من لاين اوف سايت في الساين سكوير دلتا فاي على 2. طيب الباور ريسيفد من لاين اوف سايت كانت بتساوي ايه؟ الباور ترانسميت الجين ترانسميت انتنا الجين ريسيف على اللص يبقى هتساوي 4 الباور ريسيف الباور ترانسميت الجين ترانسميت الجين ريسيف ده على 4 باي دي على لامدا سكوير صح كده؟ الدلتا فاي دي انا كنت جايب قيمتها اللي كانت بتساوي 4 باي اتش دي اتش ار على لامدا دي صح كده؟ هعوض هنا عن ساين سكوير عن دلتا فاي باور ساين سكوير دوت الشكل النهائي بتاعت الباور سين بس في اختصار عملوه اللي ان الدلتا فاي دي فيز ديفرنس لو هو صغير جدا يبقى الساين فاي تقريبا بتساوي فاي صح؟ يبقى الساين سكوير فاي اكيد هيساوي فاي سكوير تمام كده؟ باشمهندس وانا لما بجيب الباور ليه بعمل بجيب الاي ماجنتيود انا ما بجيبهاش لا ده القانون يعني هو هو قال لما اجي لا ده القانون بتاع الباور سيم بيساوي كده ماجنتيود لو واحد حط قال مثلا القانون دوت لما اجيب الباور سيم لازم يكون ماجنتيود ال وبعدين انا هو الالكتريك فيلد سواد فيز مش ده كده ده ماجنتيود فيز فيز تاثر لي على ماجنتيود يعني فعلا بكون باور ماجنتيود اللي هو اللام دي امسح انت ليه دايما عندك مشكله في الفيس كده بعد ما انا عامل الابروكسيميشن دوت هلاقي ان الباور ريسيف بتساوي ايه؟ القانون النهائي اللي هو كده خد معانا الباور ريسيف النهائي ايه؟ 4 باور بيترو
انا عاوز قانون نهائي اللي هو كان اصلا الباور ريسيف ده هتساوي الباور ترانسميت في الجين ترانسميتد في الجين ريسيف ال اتش تي ال اتش ار على دي سكوير بار. تمام كده؟ هنا الباور ريسيف بتتناسب مع الديستنس ازاي؟ انفرس مع باور 4. القانون دوت على طول بيجي في الام اس كيو بيقول لك ان الديستانس او ساعتها اللوسز بتتناسب ترجي مع الدي باور 4. لما يقول لك باور يبقى لازم عكسي، لوسز يبقى لازم ترجي مع الباور الدي قصدي باور 4. لو قال لك بروبورشنال بس معناه لو بيقول لك ترجي، لو قال لو حدد بقى عكسي يبقى لازم يقول انفرس. تمام؟ لكن لو قال لك بروبورشنال مش هقول لك دايركت ده خالص، هيقول لك بروبورشنال على طول. مفيش حد يقول بروبورشنال دي معناها اللي هو بيتناسب بالسلام، لا هو معناها دايركتلي. هي معناها بيتناسب بالسلام. ايه؟ هي معناها كده، لكن في الام اس كيو مش معناها كده، عاوز تحلها معناها زي ما انت عاوز خلاص. تاني حاجة احنا مش ملاحظين اساسا اللي هي بتعتمد على الفريكونسي، مفيش أي حاجة بتدل على الفريكونسي. المعادلة ديت اندبندنت اون فريكونسي، تمام؟ ما بتعتمدش على الفريكونسي. دي حاجتين اللي انت لازم تهتم بيهم جدا. والقانون دوت انا بستخدمه عشان احل بيه المسائل في الوايرلس في التو ريمو. تمام؟ حل مسائل ولا تفتح شويه بس؟ اي حاجه صعبه من كده. هو بالظبط ثلاث مسائل في الوايرلس. سريع؟ لسه سريع؟ حل مسائل ولا تعبت خلاص؟ ايه؟ هي
ماشي كده؟ دي الريسيفد سيجنال، يبقى الار اف تي هتساوي الاي اللي انا جبتها دي تي كوساين اوميجا تي زائد الفور اللي انا جبتها. القانون دوت انا مش هثبته عشان انا سبته المره الاول سيكشن، حرام اسكت تاني. تمام؟ احنا كان ده 3 من 10 كوساين ودوت 1 من 10 كوساين اوميجا تي. فالاي واحد عندي دلوقتي هتساوي 3 من 10 والاي 2 هتساوي 1 من 10 صح كده؟ فعوض في القانون ده عن الاي واحد والاي 2 هيطلع لي قيمة الامبليتيود بس فانكشن في كوزاين اوميجا تاب عشان الدليل ده مش عندي وهعوض برضه في الانجل عن الاي واحد والاي 2 وهتطلع فانكشن في التاب عشان مش عندي التاب تمام؟ السؤال الثاني في الام سي كيو اللي انا دلوقتي هيقول لك في المالتي باس الامبليتيود بيعتمد على ايه؟ او الفيز ديفرنس بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الكارير فريكونسي اللي هو الاوميجا والديلي ديفرنس بتوين اللاين اوف سايت وبين الريفلكتنج والديلي دوت احنا قلنا اللي هو يعتبر ايه؟ فيز ديفرنس صح؟ عشان المسألة اللي فاتت منه يبقى يعتمد على الثلاث حاجات دول ماشي؟ خلاص هنعوض عن قيمة الامبليتيود في الامبليتيود النهائي بتاع الريسيفد سيجنال والفيز بتاع الريسيفد سيجنال تمام؟ حد مش فاهم حاجة هنا؟ عارفين يعني عارفين هتعوضوا ازاي وكل حاجة ولا ايه؟ لو فصلت ممكن اشرح لكم المره الجايه والله يعني مش قادرين تستحملوا اشرح لكم المره الجايه خلاص عايزين اشرح لكم المره الجايه بجد ليه؟ ليه؟